بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. برباعيه نظيفه والفوز في الذهاب 1-0، الزمالك بيقدر ان هو يتاهل لدور ال 16 في دوري ابطال افريقيا عن جداره واستحقاق وشويه اثاره ومتعه وتالق غير طبيعي لشيكابالا. شيكابالا اللي دايما لما بيفكر ان هو يلعب كره قدم بيمتع كل اللي جاي يتفرج على المباراه. شيكابالا في عز ما جمهور نادي الزمالك وفي عز ما اي متابع للمباراه قرب ينام، شيكابالا نزل لمستين جونين. خلصت المباراه يا شيكا، الله عليك والله يا شيكا. طب اوباما؟ لا اوباما ده قصه لوحده يا معلم. اوباما ده كنت بتكلم ان هو في عز ما يكون سيء اوعى تغيره، لان هو قادر ان هو يخلص لك ماتش في دقيقه. وفي عز نفس اوباما ما يكون سيء وممكن ان هو بيسجل لك، اوباما برده بيكون عليه فترات كده ما تعرفوش هو سيء ولا هو كويس ولا ايه ملامحه بالظبط. ممكن تلاقي مثلا ان هو ماتش زي ماتش النهارده الناس كلها بعد ما سجل هدف الالفا دي 11، هذا ابننا هذا اوبامتنا. وبعد الهدف الثاني اللي سجله سيف الدين الجزيري عن طريق عرضيه جميله جدا من زيزو، زيزو اللي قدم مباراه مميزه النهارده هو واشرف بن شرقي. وبرده لسه عند كلامي ان بن شرقي لازم يتم التجديد ليه باي طريقه، ولازم الزمالك يحصل على اي مساعده من وزاره الشباب والرياضه من محبين علشان خاطر يجدد عقد يا اشرف بن شرقي. اوباما بقى معلم، اوباما زي ما قلت لك كده هو لعيب لابد منه، زي شارة لابد منه كده عزيزي. انت كجمهور مش تستمتع بالمستوى اللي بيأديه اوباما كصانع العاب، بس اوباما ده ممكن يخلص لك ماتش في دقيقه. اوباما ده رغم انك النهارده ما استمتعتش بيه بس جايب جولين وعامل اسيست لاشرف بن شرقي في الرباعيه، مخلصها لك. يبقى الجون الوحيد اللي ملوش علاقه بيه الجون الثاني بتاع سيف الدين الجزيري، العرضيه اللي جت من زيزو وسيف مخلصها، ده اوباما ما دخلش فيه. انما الجون الثالث والرابع اوباما بصراحه اتهز، اول ما لقى الجون طالع اوباما خاف يشترك، بس الجون ابن حلال حب يلم اوباما، الكوره جت تحت رجله، بيرفع وشه كده قال لك ما شطش، لو شط الجمهور هيشتمني اكتر ما هم مش طايقني اساسا، فراح مبصيها لاشرف بن شرقي والجون فاضي، جابها بن شرقي. الله عليك يا اوباما. نغير بقى اوباما ونخلص بقى، غير يا معلم اوباما. لا لا ما نغيرش اوباما، ليه؟ عشان خاطر احمد السيد زيزو بيمس عليه زي التمثيل اللي هو لسه ممسيها على اشرف بن شرقي. انت عطيت للواد اسيست محترم، هديك انت اسيست محترم والجون فاضي برضه. اوباما يقول له لا لا الله 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 علينا كلنا رجال. وشيكابالا يقول لهم كلهم كان فين ده من الاول؟ ما انتوا كنتوا راضيين في الشوط الاول بالهدفين اللي انتوا جبتوهم، وانا اول ما نزلت دبيت الامل كده في نفوسكم ان احنا ممكن نجيب الهدف الثالث والرابع. وقد كان عزيزي، زي ما بقول لك شيكابالا لما بيحب ان هو يلعب كوره ولما بيحب ان هو يكون مؤثر في زملائه بيكون. اما لما نتكلم على، شفت اما لما دي؟ لو اتكلمنا النهارده على التالق الغير طبيعي لمحمود علاء، فهو عمل مباراه كويسه جدا وعمل مباراه كويسه ماتش الذهاب، هو والونش بيسجلوا ثنائيه جيده، بس نتمنى ان محمود علاء يفضل ثابت على مستواه كده، نتمنى ان محمود علاء يفضل ثابت على المستوى المميز جدا اللي بيقدمه الماتشين دول. الخصم سهل، الخصم نوعا ما ضعيف جدا لو حبينا نتكلم مقارنه بالزمالك، بس في ماتشات بتكون ضعيفه جدا الزمالك ومدافعين الزمالك بيخوفوا جمهور الزمالك ويصعبوا المباراه، بس في عز ما علاء متالق وفي عز ما الونش متالق المباراه تبان ان هي سهله جدا والزمالك مخلصها. حمزه المسلوسي او الفتوح بيقدموا اداء مميز جدا. لسه برضه عند كلامي ان امام عاشور محتاج وقت علشان خاطر تقعد القرنوب فرجاني، بس بصراحه هو وطارق حمد عاملين ثنائيه جيده. بن شرقي وزيزو ومعاهم كمان بن شرقي وزيزو واوباما قدموا ماتش كويس، و قدام سيف الدين الجزيري عمل اللي عليه وزياده. الزمالك النهارده استحق ان هو يطلع بمباراه جيده، الزمالك استحق ان هو يطلع ب شباك نظيفة، الزمالك النهارده عمل كل حاجة جمهور الزمالك يحبها في عالم كرة القدم، أداء ونتيجة وروح وعزيمة وإن إحنا مش عايزين نلبس أهداف، ده حاجة تطمنك، نتمنى الاستمرار، نتمنى الاستمرار، نتمنى الاستمرار، نتمنى عدم نفخ اللعيبة سيد على اللزوم، نتمنى إن إحنا نعترف إن دي كانت مباراة جيدة من طرف نادي الزمالك ونبص لبكرة بقى، ما نقعدش نتكلم عن ماتش النهاردة ده سنين ونقعد نتكلم عن ماتش النهاردة أسابيع، نتمنى إن إحنا نبص لبكرة عشان دي عقلية الفرق اللي عايزة تاخد بطولات، إنما عقلية النفخ في اللعيبة لمجرد إنهم عملوا ماتش كويس أو ماتشين كويسين دي عقلية نتمنى إن جمهور الزمالك يبدأ يتخلى عنها رويدة الرويدة ده. وعزيزي ان عجبك هذا الفيديو وصلت معانا بعد الرويدة الرويدة دي ممكن تعمل لايك او سبسكرايب، ان لم يعجبك فاعمل برضه لايك او سبسكرايب عشان ابننا صلاح او ابننا زياش او ابننا اعمل اي حاجه يا معلم، حتى لو ديسلايك ما عنديش مانع، اعمل اي حاجه بس بالفيديو.